بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي النهاردة في الفصل الثاني اللي هو التنبؤ بالطلب. يعني ايه تنبؤ؟ التنبؤ هو تقدير لشيء في المستقبل. اي تقدير لشيء في المستقبل يعتبر تنبؤ. طب هو في فرق بين التنبؤ والتوقع؟ التنبؤ بيعتمد على أساليب إحصائية علمية، أما التوقع فهو بيعتمد على الخبرات الشخصية بتاعت الفرد. فالتنبؤ العملية اللي بيتم من خلالها تقدير لشيء في المستقبل من خلال التحليل العلمي للبيانات التاريخية، بيانات تاريخية يعني بيانات ماضية، حيث تعتمد فكرة التنبؤ على وجود سلسلة من الأحداث الماضية والتي يكون لها شكل ونمط محدد يمكن الاعتماد عليه في التنبؤ بالمستقبل. بمعنى إن التنبؤ عندنا هنا في السلاسل الزمنية في افتراض. الافتراض ده بيقوم على إيه؟ بيقوم على إن ما حدث في الماضي يمكن أن يحدث في المستقبل مع تغيير طفيف. طيب، هل هناك أنواع للتنبؤ؟ نعم، في أنواع للتنبؤ، في تنبؤات اقتصادية، في تنبؤات تكنولوجية، في تنبؤ بالطلب، في تنبؤ بالأسواق، في تنبؤ بالمنافسين، يعني ردود فعل المنافسين، تنبؤات كتير. فلو هنعمل تنبؤات اقتصادية يبقى هنتكلم على أسعار، هنتكلم على معدلات نمو، هنتكلم على بطالة، تضخم، حالة الازدهار أو الانكماش، أي عناصر تؤثر في الوضع الاقتصادي. تنبؤات تكنولوجية يبقى دي مرتبطة بالتكنولوجيا أو أساليب الإنتاج أو نظم الإنتاج أو طرق الإنتاج أو نوع المعدات، كل ده مرتبط بالتنبؤات التكنولوجية. لكن التنبؤ بالطلب يبقى تنبؤ بحجم الطلب المفروض الموجود في السوق عشان يساعدني في تحديد كميات الإنتاج اللي أنا عايز أنتجها. ده المفهوم الأساسي لأنواع التنبؤ. طب يا ترى في أنواع تانية للتنبؤ؟ ممكن نقسم التنبؤ حسب الفترات الزمنية. فيبقى عندي تنبؤ طويل الأجل، عندي تنبؤ متوسط الأجل، عندي تنبؤ قصير الأجل، وهكذا. يبقى التنبؤ بالطلب بيعتبر متطلب أساسي لإدارة الإنتاج. ليه؟ لأنه بيساعد المنظمة على تحديد طاقتها الإنتاجية، ولما أحدد الطاقة الإنتاجية بتاعتي بقدر أعمل جداول الإنتاج معتمدا على هذه التحديدات. طب في سؤال، هل في علاقة بين حجم التنبؤ بالطلب ودورة حياة المنتج؟ نعرفنا قبل كده ان دورة حياة المنتج بتمر بأربع مراحل: مرحلة التقديم، مرحلة النمو، مرحلة التشبع أو النضج، ثم مرحلة الانحدار أو التضخم. فهل حجم المبيعات بتاعنا في كل مرحلة بيبقى متساوي؟ بالتأكيد لا. وبالتالي لما بنيجي نقدم المنتج لأول مرة أكيد حجم مبيعاته بيبقى قليل، يبقى هنا تقديرنا لحجم الطلب هيبقى أقل. ولكن لما المنتج ده بيتعرف في السوق وبيثبت في السوق بيبقى مرحلة النمو بتاعت المبيعات، وبالتالي حجم الطلب على المنتج بتاعنا بيزيد. طب يزيد على طول؟ بيفضل يزيد 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 لحد ما يحصل تشبع للسوق، فبتبقى في ثبات الى حد ما في المبيعات. وبالتالي لو ما حصلش تطوير في هذا المنتج بنقول بيبقى في مرحلة بنسميها مرحلة التدهور او الانحدار في المبيعات، يعني تبدأ المبيعات تقل. ده اللي هنشوفه دلوقتي من الرسم
اللي قدام حضراتكم عندنا المراحل، مرحلة التقديم، مرحلة النمو، النضج أو التشبع، التضخم. والخط هو بيمثل قدامكم إن في مرحلة التقديم في طلب إلى حد ما ضعيف، بيبدأ يرتفع في مرحلة النمو، يثبت شوية في مرحلة التشبع، ثم يبدأ يقل في مرحلة التدهور. لما بنعمل بقى تحسينات وتطوير للمنتج يبدأ المنحنى ده يرتفع مرة أخرى. طيب، في عوامل بتأثر في الطلب؟ أكيد. العوامل دي منها عوامل داخلية نقدر نتحكم فيها، وفي عوامل خارجية ما بنقدرش نتحكم فيها. يعني احنا نقدر نتحكم في تصميم المنتج، في مستوى الجودة بتاعته، في سعره، فدي بنسميها عوامل داخلية. لكن ما نقدرش نتحكم في أذواق المستهلكين، ما نقدرش نتحكم في الحالة الاقتصادية بتاعت السوق، ما نقدرش نتحكم في التوزيع السكاني، يعني مناطق مزدحمة، مناطق فيها عدد أقل، وهكذا. فبيبقى عندنا الشكل اللي قدامكم دوت، ان في عوامل داخلية زي تصميم المنتج، زي خدمة العميل، زي الجودة، زي السعر، وفي عوامل خارجية زي أذواق العملاء او المستهلكين، زي المنافسة، زي الحالة الاقتصادية، زي التوزيع السكاني. وحجم الطلب هنا هيبقى مرتبط بالفترة الزمنية اللي احنا بننزل المنتج فيه. النقطة اللي بعد كده، طرق التنبؤ. عندنا نوعين من طرق التنبؤ: طرق تنبؤ وصفية في حالة عدم توفر بيانات وأرقام، وفي طرق تنبؤ كمية بتعتمد على الأرقام والإحصاءات. من الطرق الوصفية آراء الخبراء، تقديرات رجال البيع، دراسة السوق أو مسح السوق، وطريق الدلف. أما الطرق الكمية، في طريقة بنسميها المتوسطات المتحركة، في طريقة بنسميها التمهيد الأسي، في طريقة بنسميها الاتجاه العام، في طريقة بنسميها تحليل الانحدار. تعالوا نشوف ايه مفهوم الطرق الوصفية. هنا الطريقة الأولانية آراء الخبراء، يبقى لازم ناخد الخبراء في مجال التسويق، بناخد بناء على خبراتهم في السوق ومعرفتهم بأحوال السوق، بنقدر نعتمد عليهم في تقديرات لحجم الطلب المتوقع في الفترات القادمة، أو ناخد تقديرات رجال البيع اللي هم مندوبين المبيعات أو السيلز. بتوع البيع أو رجال البيع بيبقى كل واحد ماسك منطقة معينة، فبيقدر من خلال خبراته أيضا يقول إن المنطقة اللي أنا بشتغل فيها دي ممكن يكون حجم الطلب بتاعها الرقم الفلاني. ناخد المنطقة اللي بعدها والمنطقة اللي بعدها، بنجمع تقديرات رجال البيع، ويبقى هو ده التقدير اللي بنعتمد عليه في حجم الطلب. أو نعمل دراسة سوق، يعني نمسح السوق، ننزل نعمل سيرش على الناس اللي بترغب في شراء المنتج بتاعنا، سواء كان سلعة أو خدمة. من خلال السيرش اللي احنا بنعمله ده، استطلاع رأي العملاء، بنقدر نحدد حجم الطلب اللازم في السوق. طريقة دلفي دي طريقة بتستخدم لما يكون رجال البيع أو الخبراء مش موجودين، ويبقى عن طريق وسيلة معينة هنقولها حالا بين بعد، بنقدر نعمل هذه التقديرات. فبيجي منسق بيقوم بإعداد استمارة استقصاء أو استبيان، فيها مجموعة من الأسئلة
الإجابة على الأسئلة دي بتقدر نقدر من خلالها تحديد حجم الطرح. توزع هذه الاستمارة أو ترسل إلى مجموعة من الخبراء يجاوبوا على الأسئلة، يبعتوها لنا، ياخدها المنسق، يحلل الأسئلة أو الإجابات اللي حصلت على الأسئلة، يبدأ يوفق ما بين الإجابات ديت، ويعيد صياغة استمارة أخرى بأسئلة أخرى، ثم إرسالها مرة أخرى إلى مجموعة الخبراء، وهكذا لحد ما يقدر يوفق بين مجموع الخبراء في تقديرات متشابهة، ويكون هي دي التقديرات اللي بنعتمد عليها في حجم الطرح. ده بالنسبة للطرق الوصفية. في الطرق الكمية، متوسطات، يعني هناخد متوسطات أعداد على عددها، متوسطات بأوزان معينة. تمهيد أوسي، يعني بنعدل الأرقام اللي عندنا بحاجة بنسميها ألفا، أو بنستخدم سلسلة زمنية في الاتجاه العام، أو بنستخدم تحليل الانحدار اللي هي العلاقات السببية بين منتجين. احنا في الطرق الكمية هنركز على نوعين، المتوسطات المتحركة والاتجاه العام. تعالوا نشوف في السلايد اللي جاية الاول الطرق الوصفية، وبعد كده هنخش على الطرق الكمية. قلنا عندنا اربع طرق وصفية: خبراء، رجال بيع، مسح السوق، ديلف. كل واحدة من الطريقة ديت ليها مفهومها زي ما عرضنا حالا. بعد كده بننتقل الى الطرق الكمية، وقلنا هنركز على طريقتين: المتوسطات المتحركة والاتجاه العام. وبتعتمد الطرق الكمية على توفر البيانات. مجموعة من الطرق دي بتمثل سلاسل زمنية، وطريقة تحليل الانحدار بتمثل علاقات سببية بين الطلب ومتغير آخر. يبقى يا إما نعمل علاقة ما بين الطلب والزمن، أو نعمل علاقة ما بين الطلب لسلعة ما وسلعة أخرى، زي مثلا أما نعمل علاقة ما بين الطلب على السيارات والطلب على الإطارات، طلب على الحديد والطلب على الأسمنت، ده بنعمل علاقة ما بين سلعتين. تعالوا نشوف طرق السلاسل الزمنية. ويعني إيه سلسلة زمنية؟ سلسلة زمنية يعني سلسلة تاريخية، مجموعة من الفترات الزمنية، سواء بالأيام أو بالأسبوع أو بالشهر أو بالسنة ماضية، مجموعة من الفترات الزمنية الماضية المتتالية اللي بنعتمد عليها بتحليل معين بطريقة إحصائية عشان نقدر من خلالها نتنبأ للفترات القادمة. يبقى السلاسل الزمنية مجموعة من القيم لمتغير معين يمكن قياسه في فترات زمنية متتالية، وتهدف هذه الطريقة إلى تحديد شكل معين بيحكم العلاقة ما بين الطلب والزمن، وبالتالي بنقدر ان احنا نحدد حجم الطلب في الفترات القادمة. تعالوا ناخد اول طريقة من طرق السلاسل الزمنية، وهي المتوسطات المتحركة. وهنا هناخد طريقتين في المتوسطات المتحركة. الطريقة الأولى المتوسط المتحرك البسيط، والطريقة الثانية المتوسط المتحرك المرجح. بسيط يعني مجموع أعداد على عددها، يعني وسط حسابي عادي. مرجح هيبقى مرجح بأوزان،
وبالتالي التنبؤ عن طريق المتوسط المتحرك البسيط له معادلة. المعادلة دي بتقول ايه؟ التنبؤ للفترة القادمة بتساوي الوسط الحسابي البسيط للطلب الفعلي لعدد من الفترات السابقة بما فيها الفترة الحالية. يعني تنبؤ الفترة الحالية يعتبر المتوسط بتاع الفترة الحالية بيعتبر تنبؤ للفترة القادمة. المتوسط بيبقى العدد معين من الفترات، فممكن فترتين وممكن ثلاثة ممكن أربعة. المهم إن المعادلة بتاعته وسط حسابي عادي، يعني مجموع أعداد على عددها. فلو عندي متوسط متحرك لفترتين، ده معناها إن أنا باخد طلبين. الطلبين دول اللي هم إيه؟ الطلب الحالي والطلب السابق له مباشرة، واقسم على اتنين لانه في رقمين، رقم حالي ورقم ايه؟ سابق. لو ثلاث فترات باخد الطلب الحالي زائد فترتين سابقين. بمعنى لو انا عايز اتنبأ لشهر مارس وعندي متوسط متحرك لفترتين، فهاخد الطلب الفعلي بتاع شهر فبراير والطلب السابق له بتاع شهر يناير واجمعهم على بعض واقسمهم على اتنين يديني رقم، يبقى هو ده اللي بحركه، عشان كده تسمى متحرك، الى شهر مارس يعتبر تنبؤ. المتوسط الحساب البسيط نخلي بالنا ان هو بيدي اوزان متساوية لكل القيم. يعني لما اقول 4 زائد 6 على 2 بتساوي 5، يبقى معنى كده ان الاربعة كأني ضربتها في 50% والستة كأني ضربتها في 50%، فالاربعة لما بضربها في 50% بتديني الاثنين، والستة لما بضربها في 50% بتديني التلاتة، لما اجمع الاتنين على بعض دول يدوني 5. من هنا بنقول ان ده متوسط بسيط لان كل رقم بياخد نفس الوزن. الجدول اللي قدامنا ده مثال. المثال دوت عبارة عن سلسلة زمنية بدأ من أول يناير لحد ديسمبر، وعايزين نتنبأ بيناير القادم. يبقى أنا عندي السلسلة هي يناير فبراير مارس إبريل مايو يونيو يوليا أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر، وكل شهر له الطلب الفعلي بتاعه. وبيقول لي في المثال تنبأ بطريقة المتوسط المتحرك البسيط لفترتين وكمان ثلاث فترات. ادي الشهر اللي هي السلسلة الزمنية، وادي الطلب الفعلي اللي قدام حضراتكم، وادي المتوسط المتحرك لفترتين. نخلي بالنا ان عشان احسب متوسط متحرك لفترتين يبقى لازم يكون عندي رقمين، رقم حالي ورقم سابق. يبقى لما اجي احسب متوسط متحرك قصاد يناير مش هلاقي غير ال15 الطلب الفعلي بتاع يناير ومفيش حاجة سابقة، فما اقدرش احسب متوسط. بما ما اني ما قدرتش احسب متوسط، فبالتالي ما اقدرش احسب طلب متوقع. فلما يكون عندي في فبراير هيبقى عندي حالي اللي هو ال17 والسابق اللي هو ال15،
هجمع ال 17 زائد ال 15 واقسمهم على 2 هيديني رقم. الرقم ده احركه شهر، يبقى التنبؤ القادم بيساوي المتوسط الحالي. المتوسط الحالي 17 زائد 15 على 2 بيديني 16. ال 16 دي بحركها شهر فبتبقى قصاد مارس، يبقى التنبؤ بتاع شهر مارس هو المتوسط بتاع شهر فبراير، والتنبؤ بتاع شهر ابريل هو المتوسط اللي بحسبه في شهر مارس، وهكذا بالنسبة لكل الارقام. يبقى اذا لما اجي اتنبأ ليناير القادم كأني باخد المتوسط بتاع ديسمبر، فباخد ال 25 الحالي زائد ال 24 بتاعت نوفمبر السابق اقسمهم على 2 يدوني 24.5، يبقى ده التنبؤ بتاع يناير. لو ثلاث فترات نفس الفكرة، بس باخد ثلاث ارقام. الثلاث ارقام هيبقوا عبارة عن ايه؟ هيبقوا عبارة عن الرقم الحالي زائد 2 سابقين. يبقى انا عشان اطلع متوسط متحرك لثلاث فترات لازم ابدأ مباشرة من الفترة الثالثة اللي هو مارس، عشان يبقى عندي رقم حالي ورقمين سابقين. اجمع الحالي زائد الاثنين السابقين واقسمهم على 3. ليه قسمت على 3؟ عشان المتوسط بسيط، مجموع اعداد على عددها. ف 16 زائد 17 زائد 15 على 3 تديني 16. اروح محرك ال 16 ديت فترة فيبقى التنبؤ بتاع ابريل، ثم وهكذا التنبؤ بتاع مايو عن طريق المتوسط بتاع ابريل حالي زائد 2 سابقين، يعني 19 زائد 16 و 17 على 3 يديني 17.4، وهكذا لحد ما نخلص كل السلسلة، وبالتالي يبقى عندي الطلب المتوقع لكل الفترات. ده مثال يوضح ازاي بنحسب المتوسط المتحرك البسيط سواء لفترتين او لثلاث فترات. المتوسط المتحرك المرجح، المتوسط المتحرك المرجح بيعالج عيب المتوسط المتحرك البسيط اللي هو بيدي كل قيمة نفس الوزن. فهنا هندي القيم اوزان مختلفة. يعني ايه؟ يعني انا لما اشتري حاجة السنة اللي فاتت هشتريها بسعر معين، هل السعر ده هو نفس السعر بتاع السنة اللي قبلها او اللي قبل قبلها؟ اكيد لا. طب لما اتنبأ بسعر السنة القادمة، يبقى مين اللي ممكن يتحقق اكتر، بتاع السنة اللي فاتت ولا بتاع السنة دي ولا بتاع السنة اللي قبلها؟ اكيد بتاع السنة دي هيبقى اوقع في التنبؤ للسنة القادمة. عشان كده قلنا ايه؟ ان احنا بنرجح الارقام بتاعة الطلب باوزان، بحيث ان الطلب الفعلي القريب ياخد احتمال او وزن اكبر، والطلب الفعلي البعيد ياخد الوزن الايه؟ الاقل. بس بشرط يبقى مجموع الاوزان تساوي 1 صحيح. يبقى انا لو عايز احسب متوسط متحرك لفترتين يبقى عندي وزنين، متوسط متحرك لثلاث فترات يبقى عندي ثلاث أوزان، بس مجموع الوزنين يساوي 1 صحيح، ومجموع الثلاث أوزان يساوي 1 صحيح، وهكذا لو 4 أو 5 وكذا. المعادلة بتاعتنا ما بتتغيرش. التنبؤ القادم بيساوي الوسط الحسابي للطلب الفعلي المرجح بأوزان لعدد من الفترات السابقة بما فيها الفترة الحالية.
هي نفس الطريقة بتاعت الوسط الحسابي البسيط، ولكن بناخد أوزان بدل ما نقسم على المتوسط اللي احنا بنحسب. فعندنا على سبيل المثال لو عندي متوسط متحرك لفترتين بأوزان 7/10 و3/10، هيبقى الطلب الحالي هو اللي هياخد الوزن الكبير، والطلب اللي قبله هياخد الوزن الأقل. طب لو 3 أوزان، الطلب الحالي برضك هياخد الوزن الكبير، السابق له مباشرة ياخد الوزن الأقل، الأسبق اللي هو الأبعد ياخد الوزن الأقل، وهكذا. ده بالنسبة لي المتوسط المتحرك المرجح. مثال اللي قدامنا، عايز احسب متوسط مرجح وتنبأ لشهر اغسطس ومديني 3 أوزان. طالما مديني اوزان مش محتاج يقول لي لكم فترة، يعني لو اداني الاوزان مباشرة انا بعدد الاوزان اعرف هو عايزه لكم فترة. فبما انه مديني 3 أوزان يبقى هبدأ مباشرة من الفترة الثالثة. في المتوسط البسيط كنا بنجمع ونقسم على العدد، هنا لا، هنا هنضرب كل رقم في الوزن بتاعه. ف16 هتتضرب في الوزن الاكبر، 17 في الوزن الاقل، ال15 في الوزن الاقل. يبقى 16 في 6/10 +17 في 3/10 +15 في 1/10 تديني 16.2. نحركها فترة القادمة عشان تبقى التنبؤ بتاع شهر ابريل. نفس الحكاية هنعملها لشهر ابريل عشان نتنبأ بمايو، ونعملها في مايو عشان نتنبأ في يونيو، ونعملها في يونيو عشان نتنبأ ليوليا، وبعد كده نعملها في يوليا عشان يبقى ده التنبؤ بتاع اغسطس. فناخد ال20 نضربها في الرقم الوزن الاكبر، وناخد ال19 اللي قبلها في الوزن الاقل، وال18 اللي قبلها في الوزن الاقل، يديني رقم احركه شهر. دي الطرق بتاعت المتوسطات سواء كانت بسيطة او مرجحة. نيجي بعد كده لقياس اخطاء التنبؤ. اي تنبؤ في الدنيا لازم يبقى له خطأ، يعني احنا بنتنبأ لفترة مقبلة ما احناش متأكدين 100%، وبالتالي بيبقى فيه نسبة خطأ. اخطاء التنبؤ يعني الفرق بين القيمة اللي احنا بنقدرها والقيمة الفعلية للطلب. فخطأ التنبؤ بيساوي طلب فعلي ناقص طلب مقدر او طلب متوقع. بنقيس اخطاء التنبؤ بثلاث طرق: متوسط الانحراف المطلق ده طريقة، متوسط الخطأ النسبي المطلق ده طريقة، ثم الانحراف المعياري دي طريقة ثالثة. بس اخطاء التنبؤ بتتقاس بالثلاث طرق لو ما قالكش في التمرين قيس بطريقة معينة. يبقى لو قال لي بطريقة معينة، قال لي مثلا متوسط الانحراف مطلق، خلاص هحسب متوسط الانحراف مطلق وخلاص. ما قاليش وقال لي احسب اخطاء التنبؤ، يبقى هعمل له التلاتة. الخطأ في حاجة بنسميها خطأ مطلق. يعني ايه خطأ مطلق؟ يعني ملناش دعوة بالاشارة زائد او نقص. يعني 10 ناقص 8 في خطأ 2، زي ما قلت 8 ناقص 10 بردك في خطأ 2، انا ماليش دعوة هي سالب او موجب. يبقى احنا بناخد الفرق المطلق، بناخد ايه؟ الفرق المطلق. وبالتالي ما باخدش الاشارة في الاعتبار، عشان كده سميناها خطأ مطلق. متوسط الانحراف المطلق هيساوي مجموع الاخطاء على عددها. متوسط الخطأ النسبي المطلق يبقى مجموع نسبة الأخطاء على عددها. الانحراف المعياري هيساوي متوسط الانحراف المطلق اللي هو بتاع الخطوة الأولانية أو الخطأ الأول في 1.25. 1.25 ده رقم ثابت. وبالتالي يبقى هي دي القوانين اللي احنا بنستخدمها. طب نسبة الخطأ أجيبها ازاي؟ تمام،
نسبة الخطأ هيساوي الخطأ نفسه على الطلب الفعلي. تعال نشوف تمرين. عندي سلسلة بدأ من يناير لأكتوبر، وأدي الطلب الفعلي قصاد حضراتكم. المطلوب حساب الطلب المقدر لشهر نوفمبر بطريقة المتوسط المتحرك البسيط لفترتين مع تحليل أخطاء التنبؤ. أي مسألة في التنبؤ بنعمل لها جدول. الجدول ده أول خانتين فيه هو خانة التمرين. أدي الفترة وأدي الطلب الفعلي، خانتين بتوع التمرين. بعد كده بضيف خانة لحساب المتوسط اللي هو عايزه، بعديها خانة لحساب الطلب المقدر أو المتوقع، ثم الخطأ، ثم نسبة الخطأ. هنا بحسب متوسط متحرك لفترتين، يبقى هنبدأ من الفترة الثانية. باخد الـ 12 اللي هو الطلب الحالي زائد السابق اللي هو 10، يبقى كأني جمعت 12 و 10 ادتني 22 على 2 فادتني 11، اروح محرك ال 11 شهر، يبقى ده التنبؤ بتاع مارس. احسب متوسط لمارس يديني التنبؤ لابريل. احسب ازاي؟ اخد الحالي اللي هو ال 13 زائد السابق اللي هو ال 12 نقسمهم على 2 اللي هم ال 25 على 2 يديني 12 ونص، احركها فترة، يبقى هو ده التنبؤ بتاع ابريل، وهكذا لحد ما نصل الى التنبؤ بتاع نوفمبر. طب احسب الخطأ ازاي؟ اخد الطلب المتوقع، الخانة بتاعت الطلب المتوقع مع الخانة بتاعت الطلب الفعلي واطرحهم من بعض. فاول رقمين قصادي، انا ليه ما حسبتش الخانتين الاولانيين في الخطأ؟ لان مفيش طلب متوقع. فهحسب خطأ ازاي؟ يبقى ببدأ من اول الفترة اللي اتحسب لها طلب متوقع. يبقى باخد ال 11 من ال 13 يبقى فرق 2، ال 12 ونص من ال 16 يبقى فرق 3 ونص، ال 14 ونص من ال 19 يبقى فرق 4 ونص، وهكذا. باخد الفرق ما بين خانة الطلب المتوقع وخانة الطلب الفعلي. اخد الخطأ اللي انا حسبت اقسمه على الطلب الفعلي يديني نسبة الخطأ. فكأني بقول 2 على 13 يديني 15 من 100، يعني 15%. 3.5 على 16 يديني 22%، وهكذا لحد ما نصل الى اخر واحدة اللي هي 61%. اخد مجموع الاخطاء عشان هستفيد بيها، واخد مجموع نسبة الاخطاء عشان هستفيد بيها في الخطأ النسبي المطلق. ونخلي بالنا ان عدد الاخطاء بتساوي عدد الفترات اللي اتحسب ليها اخطاء. يعني احنا عندنا يناير وفبراير ما تحسبلوش ايه؟ اخطاء، وبالتالي ما عدهمش من ضمن عدد الاخطاء. يبقى عدد الاخطاء هتبدأ من مارس اللي هي الاثنين والثلاثة ونص والاربعة ونص والخمسة ونص، وهكذا. صفر محسوب طبعا، لان الصفر مش شرط. تمام؟ يبقى انا عندي 8 فترات اتحسب لها اخطاء من اول مارس لحد اكتوبر. نبدأ نحسب معادلات الاخطاء بتاعتنا. متوسط الانحراف المطلق مجموع الاخطاء على عددها هيدينا 4.62%. متوسط الخطأ النسبي المطلق، يعني مجموع نسبة الاخطاء على عددها، هيديني 22.87%. ثم الانحراف المعياري، باخد متوسط الانحراف المطلق اللي انا حسبته اضربه في 1.25 يديني 5.77%. دي امثلة او مثال على ازاي بنحسب التنبؤ وازاي بنحلل الاخطاء في تمرين واحد. بعد كده بنخش على الطريقة التانية اللي هي طريقة خط الاتجاه العام
او ساعات بنسميها طريقة معادلة الخط المستقيم. اتجاه عام يعني الارقام بتاخد الى حد ما شكل متشابه فبتمثل اتجاه عام، يعني زي ما نقول كده ايه، واحد تقديره العام جيد، فتلاقي معظم التقديرات بتاعته بتدور حول الجيد. في ممكن مادة تلاقيها جيد جدا او مادتين، ومادة تلاقيها مقبول، بس معظم المواد في الجيد. طريقة الاتجاه العام احدى طرق السلاسل الزمنية، وبالتالي احنا بنعمل علاقة ما بين الطلب والزمن. خط الاتجاه العام اللي انتوا شايفينه تحت في الرسم دوت، ده معناه ان في نقطة قلت وفي نقطة زادت، في نقطة قلت في نقطة زادت، بس كل مرة زيادة بتبقى أزيد من الثانية، فبتديني خط عام متزايد أو اتجاه عام متزايد. ممكن يبقى في اتجاه متناقض، ممكن يبقى في اتجاه عام متناقض، ممكن يبقى في اتجاه عام ثابت، ممكن يبقى في اتجاه عام ثابت. خطوات الحل بطريقة الاتجاه العام، أول حاجة لازم يبقى عندنا طلب فعلي، تاني حاجة عندنا معادلة الخط المستقيم اللي هي ص بتساوي أ زائد ب س. ص بتمثل الطلب المتوقع أو المقدر في السنة اللي احنا عايزين نتنبأ فيها، أ و ب ثوابت، أ بتعتبر مقدار ثابت بيمثل حجم الطلب لما س بتساوي صفر اللي هو بنسميه خط نقطة التقاطع مع المحور الرأسي. أما ب فهي ميل خط الاتجاه العام، زاوية ميل خط الاتجاه العام، وهو ده اللي بيؤثر في تغير حجم الطلب نتيجة لتغير قيمة س. س اللي هي الزمن، وحدة الزمن، وبتاخد أرقام فترة أولى فترة تانية، يعني تاخد واحد اتنين تلاتة اربعة وهكذا. فترة الاولى واحد، فترة التانية اتنين، فترة التالتة تلاتة، سواء بقى الفترات بالايام، فترات بالاسبوع، فترات بالسنوات، فترات بالشهور، انا ماليش دعوة. الفترة الاولى يبقى الشهر الاولاني مثلا او الاسبوع الاولاني او السنة الاولى هي تاخد واحد، الفترة اللي بعديها سواء شهر او تاخد اتنين وهكذا. بعد كده بنحسب قيمة ألف وب اللي هما الثوابت من خلال العلاقة التالية، في معادلة ب وفي معادلة الألف، بس لازم أحسب ب الأول عشان ألف بتطلع بدلالة ب، فب بتساوي نون اللي هي عدد الفترات مج س ص ناقص مج س مج ص على نون مج س تربيع ناقص مج س الكل تربيع. أ بتساوي مج ص ناقص ب مج س على نون، حيث نون بتمثل عدد الفترات، مج س هتمثل مجموع حاصل ضرب قيم س في قيم ص اللي هي س ص، مج س هتمثل مجموع قيم س اللي هي مجموع الفترات، مجموع الفترات مش عددها، مج ص هتمثل مجموع قيم ص يعني مجموع الطلب، ومج س تربيع عبارة عن مجموع مربعات قيم س. الخطوة الثالثة نبدأ نعوض في معادلة الخط المستقيم اللي هي ص بتساوي أ زائد ب س بقيمة أ وب، ثم نتنبأ بالفترة اللي احنا عايزين نتنبأ بيها عن طريق ان احنا بنشيل س ونحط الفترة اللي احنا عايزينها كقيمة لس. تعال نشوف مثال. عندي سلسلة زمنية من اول 2016 لحد 2020، وعندي الطلب الفعلي او المبيعات الفعلية لكل سنة من السنوات الماضية ديت 50 55 65 68، وعايزين نتنبأ بالطلب لسنة
2021 بطريقة الاتجاه العام. فنبدأ بالخطوات. أول حاجة عايز أطلع قيم ألف وب، فبعمل جدول عشان أقدر أجيب المجاميع اللي أنا هستخدمها في المعادلات. فبحط السلسلة الزمنية اللي هي السنوات أو الشهور أو الأسابيع، ثم سين اللي هي الفترات، ثم صاد اللي هو مدهاني في التمرين، ثم أبدأ أضرب سين في صاد تديني سين صاد، أربع سين تديني سين تربيع. فسين واخدة 1 2 3 4 5، يبقى السنة الأولى هي الفترة الأولى، السنة الثانية هي الفترة الثانية، السنة الثالثة هي الفترة الثالثة، وهكذا. مجموع سين 15. صاد اللي هو مدهاني اللي هو الطلب الفعلي، بجمعها ادتني 298. ضربت قيمة سين في قيمة صاد، 1 في 50 ب50، 2 في 55 ب110، وهكذا، ادتني مجموع 935. خدت عمود سين وربعته، اربعه يعني ايه؟ يعني اضربه في نفسه، 1 في 1 ب1، 2 في 2 ب4، 3 في 3 ب9، 4 في 4 ب16، وهكذا. وبعد كده اجمع سين تربيع تديني مجموع 55. عدد الفترات بتساوي 5، اللي هي من اول 2016 لحد 2020 خمس سنوات، يبقى انا عندي ايه؟ 5 فترات. تعالوا بقى نجيب قيمة ب هو 1000. هنطبق المعادلة بتاعتنا، نون مج س ص ناقص مج س مج ص على نون مج س تربيع ناقص مج س الكل تربيع. هنعوض بالارقام، هتديني ب 4.1. هنعوض بقيمة ب في المعادلة الثانية، هتديني ألف بسبعة واربعين وثلاثة من عشرة. نطبق معادلة الخط المستقيم صاد بتساوي ألف زائد ب سين لما سين بتساوي 6. يعني ايه سين بتساوي 6؟ احنا قلنا بناخد الفترات على التوالي، فانا عندي من اول 2016 لحد 2020 خمس سنين، يبقى 2021 هي الفترة الايه؟ الستة او السنة الستة. فالطلب المتوقع العام 2021 لما سين بتساوي 6، ابدأ اعوض، اشيل الف واحط قيمتها، اشيل ب واحط قيمتها، ثم اضرب في قيمة سين اللي احنا عايزين نتنبأ بيها اللي هي 6، هتديني 71.9. افرض قال لي تنبأ بالفترة العشر، اجيب له اضرب في 10. تمام؟ يبقى مش لازم تكون على التوالي، لا مش لازم، سنة اللي هو عايزني اتنبأ بيها بشيلها واحط قيمتها يديني الرقم. نخلي بالنا من حاجة بقى، مطلوب من حضراتكم تراجعوا كل الامثلة والتمارين اللي موجودة في الكتاب بطريقتين بس، طريقة المتوسطات سواء كانت بسيطة او مرجحة، وطريقة الاتجاه العام فقط بالنسبة لجميع الامثلة والتمارين، لان تطبيقاتنا في الامتحان هتيجي على نفس النمط بتاع الامثلة والتمارين. شكرا والسلام عليكم.